بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. النهاردة جايين نتكلم معاكم عن أشهر 3 أسباب للإسهال، لكن بعد الفاصل انتظرونا. يلا بقى على طول نبدأ بشكل مستمر علشان ما نضيعش وقت الحلقة بتاعنا. سمين أشهر 3 أسباب بتقابلنا في العيادة، اللي هي حالة النزلة المعوية، حالة القولون العصبي، حالة الأميبا. هناك أسباب أخرى مؤدية إلى الإسهال زي الإيدز أو تسمم. بصوا يا جماعة، بشكل بسيط كده عشان نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد، بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه، أي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه بشكل. مفيش حد يبقى خارج مش مبسوط، عايزين كل الناس من هنا تكون طالعة مبسوطة من الفيديو ده. عايزكم بقى تركزوا معايا واحدة واحدة ازاي نفرق ما بينهم كلهم. بصوا يا جماعة، ما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبا نقدر نقول بشكل بسيط قوي. احنا الكلام ده يا دكتور بتدينا دايما معلومات جميلة جدا ومهمة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش، لكن دلوقتي يا دكتور ازاي نشخص حالة الأميبا؟ بصوا يا جماعة، قبل ما نتكلم عن تشخيص الأميبا لازم نتفق اتفاق كده مع بعض. ما نيجي نقول إسهال سواء كانت النزلة المعوية أو القولون العصبي أو الأميبا، إن كلهم مشتركين في حالة وجع البطن، تمام؟ دي كده النقطة رقم واحد. النقطة التانية بقى نمسك كل حاجة من اللي نمسك الأميبا ونتكلم فيها بشكل. وما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبا نقدر نقول إن في وجع أثناء التبرز مع ريحة براز كريهة طبعا، والحالات الأساسية اللي قلنا عليها إن في إسهال مع وجع بالبطن، يبقى إسهال ووجع بالبطن وريحة براز كريهة ووجع أثناء التبرز. ده كده بشكل مختصر خالص الأميبا. بصوا يا جماعه، ما نيجي نتكلم عن تشخيص النزله المعويه لازم يكون في اسهال، والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزله المعويه تروح تتفرج عليه دلوقتي حالا، في معلومات كافيه وشامله عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه اللي بتتكتب في العيادات. نتكلم عن النزله المعويه نقدر نقول بكل بساطه انها يكون مصحوب مع الاسهال بتاعنا ترجيع وسخونيه. والناس اللي ما اتفرجتش على فيديو النزله المعويه بتخش دلوقتي بشكل حالا، روح اتفرج على الفيديو ده وبعد كده تعالى لنا مرة تانية علشان نكمل مع بعض اللي المفروض نعمله. يبقى احنا كده عرفنا تشخيص الأميبا، عرفنا تشخيص النزلة المعوية. يلا بقى نتكلم دلوقتي على تشخيص القولون. جميل جدا يا دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوله، قلنا الأميبا وتشخيص الأميبا، قلنا تشخيص النزلة المعوية، دلوقتي نتكلم كيفية تشخيص القولون العصبي. لما نيجي نتكلم عن تشخيص القولون العصبي لازم نقول ان في انتفاخات وسوء في الهضم مع وجع البطن، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح الناس بلا استثناء في كل الأماكن، في كل الندوات، في كل الدورات، في كل المؤتمرات، في التلفزيونات، في الراديو، في كل الأماكن بننصح بنقول ممنوع العصبية. ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إنه يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموت في النهاية وهو قاعد كده في حالة من البرود. يلا يا جماعة بقى دلوقتي نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا أول حاجة عن الإسهال، وقلنا إن الإسهال أشهر 3 أسباب ليه: 1 الأميبا، 2 النزلة المعوية، 3 القولون العصبي. بشكل بسيط اتكلمنا عن الإسهال، قلنا هناك 3 أسباب رئيسية أو من أشهر الأسباب اللي بتقابلنا في العيادات. قد تكون هناك أسباب أخرى زي الإيدز أو تسمم أو أيا كان الأسباب الأخرى، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن أشهر 3 أسباب بالفعل بنقابلها في العيادة، اللي هو الأميبا والنزلة المعوية والقولون العصبي. اما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجة، اول حاجة اما نيجي نتكلم عن الأميبا نقدر نقول ان في ريحة براز كريهة وفي وجع اثناء التبرز طبعا مع وجع البطن. يبقى احنا كده نميز الأميبا ازاي: في ريحة براز كريهة، في وجع اثناء التبرز، في وجع بالبطن. اما نيجي نتكلم عن الجاسترونترايتس او النزلة المعوية نقدر نقول ان في وجع بالبطن مع الترجيع والسخونية، وروح اسمع دلوقتي فيديو النزلة المعوية علشان تاخد معلومات مفصلة عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشتة الطبية اللي بتتكتب في حالة النزلة المعوية. وتالت حاجة اللي هو القولون العصبي، اما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع اسهال او امساك، في وجع بالبطن، في سوء هضم، في انتفاخات، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح كل الناس في الروشتة بتاعتنا مش مجرد ادوية بس، نكتب كده ممنوع العصبي، مش عايزين نسمح لأي حد بأي حال من الاحوال ان هو يعصبنا.
يبقى كده كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه. طب يا دكتور بقى الروشته اللي بنكتبها في حالات الاسهال، روشته الاسهال في العياده ايه يا دكتور؟ يلا بينا نتكلم بقى دلوقتي عن روشته علاج الاسهال. وزي ما احنا قلنا من شويه، الاسهال هنبحث عن السبب بتاعنا، هل هو gastroenteritis، هل هو colon spastic، هل هو أميبا. هنبحث عن السبب بالظبط. بالنسبة للنزلة أو النزلة المعوية، بالنسبة للنزلة المعوية عاملين فيديو كامل عن النزلة المعوية، روح اتفرج عليه دلوقتي حالا علشان تعرف علاج النزلة المعوية. هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت. ده بالنسبة لعلاج النزلة المعوية. لو طلع السبب بتاعنا قولون عصبي، القولون العصبي، روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون العصبي. اللي هنتكلم بقى عليه دلوقتي اللي هو علاج الأميبا. علاج الأميبا يلا نعرف بقى علاج الأميبا ايه. اما نيجي نتكلم عن علاج الإسهال المسببة الأميبا، يبقى هنكتب حاجة أنتي بكتيريال. طب ايه الأدوية يا دكتور اللي فيها الأنتي بكتيريال؟ بشكل بسيط نقدر نقول الحاجات اللي فيها حاجة اسمها الانتو سيد تابلت، أو الفلاجيل تابلت، أو ستريبتو كين تابل 500 ميلي جرام. ده بشكل بسيط يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي بنعالج الإسهال مسبب الأميبا، أما علاج القولون العصبي أو علاج النزلة المعوية ارجعوا للفيديوهات بتاعتها، فيها معلومات قيمة جدا، كاتبين الروشتات هناك بشكل مفصل. لكن النهاردة كتبنا علاج الأميبا المسببة للإسهال، بنكتب حاجة أنتي بكتيريال، يعني بالعربي برضو مضاد للبكتيريا. الحاجات دي كلها لعلاج الأميبا المسببة للإسهال. وبكده يا جماعة يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. بالنسبة لاستخدام يا جماعة الأدوية دي، قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. عايز منكم كلكم بلا استثناء انزل اعمل لايك او ديسلايك لو مش عجبك الفيديو، يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مش عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيث ان الجميع يستفيد. شاركوا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية. دمتم بصحة وعافية، انتظرونا في حلقة جديدة.